محمد حلمي مذيعة أطفال وحاصلة على لقب ميس ديفيليه لعام 2019 وماضل في أشيك ديفيليه في مصر كلها للكيدز وللتينز ديفيليه دي جي. أنا النهاردة في معرض نونو ديفيليه في أرض المعارض. I'm modeling for سوريانا. سوريانا هو بيت أزياء للملابس السواري سواء للبنات وللولاد من أول سنة حديث الولادة لغاية سنة 16 سنة. وفي برضو كاجوال وير وفي كذا حاجة، بس أنا النهاردة لابسة السواري. أنا اخترت الفستان ده عشان يعني زي ما انتوا عارفين أنا بحب الحاجات المنفوشة، وهو شكله حلو قوي قوي. I feel like إن أنا شبه شريهان كده فيه، عشان الفستان بقى المنفوشة ولونه والستايل بتاعه. طبعا الفستان ده يليق جدا سواء في engagement parties او مثلا لو حتى في birthday مثلا بتاعك، او يعني تكوني انت birthday girl في مكان مفتوح او كده، وبرده في weddings يكون شيك وحلو قوي قوي قوي. وبرده في فساتين حلوة قوي انا عايزة اوريها لكم، فتعالوا نشوف كده مع بعض فساتين اكتر واكتر من سوريا. مثلا الدرس ده انا عجبني قوي في الدرس ده لانه كان فاشن بال 2019 ولسه مكمل معانا في 2020 ان الاوبن شولدر مش بس للكاجوال وير، لا هو برده نازل دلوقتي سواري وحلو جدا وشيك جدا جدا. فالفستان ده تحفه، وهنا في الفلاور دي وكل الديتيلز بتاعته بجد جميله قوي قوي. اوريكم حاجات اكتر. هنا مثلا الفستان ده وده طبعا لونهم تحفه، يعني انت مجرد اصلا ما تلبسي لون زي ده يو فيل لايك ا كوين. والديتيلز ممكن اعمل زوم بقى على الديتيلز، الديتيلز حلوه قوي سواء هنا او هنا. هنا دي هي اسمها فلاور باور. الفلاور باور دي فاشنبل فور 2020 جدا جدا جدا، بالحاجات دي كمان شكلها بجد تحفه. كل الديتيلز دي بجد جميله جدا، وطبعا الماتيريالز يعني مش عايزه اقول لكم فظيعه، واكيد انتم شايفين من الفستان ده كمان. الدرس ده بقى انا عجبني جدا، طبعا هو فيه مقاسات تانية للكبار، بس عجبني جدا هو شكله صغنن وكيوت كده، ولونه بقى سواء للصغيرين او للكبار زي ما قلت لكم لغايه 16 سنه هتلاقوا كلها حاجات حلوه جدا جدا ومقاسات واشكال حلوه قوي قوي. في ده كمان، ده هنا اللي هو بلاك. طبعا ممكن في ناس تقول ان الحاجات اللي بناك دي بقى دي حاجات مثلا لسن اكبر او كده، بس لا دلوقتي هي الموضه ان انت عادي تكون مثلا بنت كبيره لابسه حاجه شبه عادي بنت صغيره تكون لابسه زيها، ويكون عاملين ماتشنج حلو قوي قوي، ما بقاش في حاجه اسمها لا دي صغيره ليها لبس معين. طبعا بقى هنا بقى حاجات كولرفول اكتر، هنا بيربل مع ريد، في يعني كانها جرأه جدا في الالوان، ودي حاجه حلوه قوي قوي في الفاشن. وبرده فلاور باور زي ما قلت لكم، هنا يلو مع بيربل ودي حاجه تحفه، يعني من اكتر الالوان طبعا اللي بتليق مع بعض. بصي ده كمان لسه في مقاس فوق منها، هي عمرها 15 سنه لسه في مقاس فوق. بصوا ده بقى ده تحفه، سواء من قدام من ورا الريبن دي كده معمول كده طوكال من هنا، ده شيك جدا 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 وبرده في مقاسات كتيره منه. انا كده يعتبر وريت لكم معظم الفساتين البنات. طبعا الولاد بدل كتيرة جدا جدا باشكال مختلفة، في هنا جزء ايه ده انا ما وريتكوش البينك. بصوا ده بقى الولاد بقى في بدل كتيرة جدا وحلوة قوي قوي. اهم حاجة طبعا في اي لبس للولاد الصغيرين او كبار او كده الماتيريال تكون حلوة، لان ده بيخليهم يكون شكلهم مور اليجنت. فبجد ماتيريال سوريانا حلوة قوي قوي قوي، انا مستنياكم ان شاء الله في ارض المعارض النهارده، سواء الناس اللي موجودة في القاهرة او اللي هيقدر يجوا في اي محافظة تانية. احنا في مدن الكليه هتلاقوا بارتيشن سوريانا النهارده ان شاء الله، وبكره وبعد بكره في فاشن شو يجنن. مستنياكم كلكم مع سوريانا.